أحسن الله إليكم. أبو سامي من سوريا يقول في سؤال له عن الشفاعة: ما المقصود بالشفاعة وكم أقسامها؟ وهل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته جميعا؟ الشفاعة هي التوسط لدى من عنده حوائج الناس في قضائها، تكون الشفاعة عند المخلوقين، تكون الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، هي الوساطة في قضاء الحوائج، والوساطة في قضاء حوائج الناس التي يحتاجون إليها وليس فيها شيء محرم، هذا مستحب. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع وتؤجر. أما إذا كانت شفاعة عند المخلوقين لتحصيل شيء محرم أو لإسقاط حد من حدود الله عز وجل فإنها محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله قد ضاد الله في أمره. واستنكر صلى الله عليه وسلم وغضب على أسامة بن زيد رضي الله عنه مع أنه يحبها شد الحب، لما أراد أن يشفع في امرأة سرقت أو كانت تجحد تستعير المتاع تجحده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فجاء أسامة بن زيد بدافع من قوم هذه المرأة يشفع فيها، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تشفع في حد من حدود الله؟ وفي الحديث: لعن الله من آوى لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الذي استحق الحد، لا يجوز لأحد أن يؤويه وأن يمنع إقامة الحد عليه، من فعله فهو ملعون بشفاعة سيئة محرمة. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فهي حق أيضا، حق بشرطين. الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا فهو الذي يملك الشفاعة، فيشترط لها شرطان، أو الأولى أن يأذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما أهل الكفر الله جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذان الشرطان يدل عليهما قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده عند الله إلا بإذنه. والشرط الثاني لقوله تعالى: ولا يشفعون أي الملائكة إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن العاصي، فهذا تقبل الشفاعة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. قد جمع الشرطين في قوله تعالى: أم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى عن المشفوع فيه، هذا الشرط الثاني. الشفاعة عند الله حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله بهذين الشرطين، والمؤمنون يشفعون عند الله، والأفراط يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة التي المحرمة فهي التي تطلب من غير الله عز وجل، تطلب من غير الله عز وجل، كطلب الشفاعة من الأموات والمقبورين، أو طلب الشفاعة من الجن أو غيرهم، هذه شفاعة المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم من دون الله ويقولون: نريد منهم الشفاعة عند الله. هذه ممنوعة، شفاعة ممنوعة. نعم.